يجتمع القادة الأوروبيون اليوم في قمة تهدف لانتزاع تسوية تبقي بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وتتطرق أيضا إلى مجموعة من المواضيع الأخرى. المزيد في التقرير التالي. السعي للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء لإبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي هو الملف الرئيسي على أجندة القمة الأوروبية التي تجمع زعماء الاتحاد. قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون تذليل العقبات بخصوص مسودة اتفاق تضم موافقة أولية على مطالب لندن، لكن ما زالت هناك بعض المواضيع الحساسة العالقة كالهجرة والسيادة السياسية وكذلك الاقتصاد. وإذا كان البرلمان الأوروبي قد وعد بأنه لن يعرقل أي اتفاق بين الدول الأعضاء والمملكة المتحدة، فإن بعض الدول ترفض أي تعديل للمعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين. أعتقد أن الشخصين المستفيدين من خروج بريطانيا من الاتحاد هما فرج وبوتين، لأنهما يريدان تقسيم أوروبا. لذلك يجب أن تبقى بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية. وإذا كان الأوروبيون مستعدين للاعتراف ببعض الخصوصيات لبريطانيا، إلا أنهم عازمون على منع انتقال عدوى المطالب إلى دول أعضاء أخرى قد تفكك التكتل الأوروبي. إلى جانب الملف البريطاني، يضم جدول أعمال هذه القمة ملفات شائكة أخرى، على رأسها ملف الهجرة واللجوء، فيما يرى مراقبون تأجيل إصدار أي قرارات مفصلية في غياب إجماع أوروبي.